وربنا. بس انا عايز اقول حاجه استاذ ابراهيم، انا ملاحظ حاجه غريبه جدا، احنا ليه بنحول كل حاجه ممتعه الى شيء مزعج؟ عمليه التحفيل من النادي الاهلي على الزمالك والعكس بمناسبه كاس العالم اصبحت مساله دمها تقيل وغير منطقيه. احنا مش جايين اليابان عشان نحفل على بعض، احنا جايين عشان نشعر بقيمه قطر المره دي، وان شاء الله اليابان قطر تعود على المونديال في قطر المره دي، علشان يعني ده حق النادي الاهلي لما يفوز ببطوله افريقيا يشارك ويكرم. انت مكرم ضمن احسن ست فرق على مستوى العالم، حد يحفل عليك؟ مفيش حد قاعد ما جاش يقدر يحفل عليك. أيوة. وانا عندي المثل اللي بيقول مش معقوله اللي مش عارف اللي ما خدش الثانويه العامه يتهكم على اللي ما خدش الدكتوراه من اول مره. ما ينفعش. ولكن ايضا ما فيش استعلاء بالظبط منك تجاه اي على منافس، ما يصحش. صحيح. لا انت يعني عشان ربنا كرمنا كلنا، كل واحد يسعد بفريقه، واحنا مش جايين عشان نشارك من اجل التحفيل، لا احنا جايين نشارك من اجل تشريف الكره المصريه ووضع النادي الاهلي بقوه على خريطه المنافسه على الاكثر تتويجا في الالقاب العالميه بعد ما انتزعها مننا ريال مدريد. أيوة. في المركز الثاني دلوقتي. نتمنى ناخد السوبر الافريقي، ونتمنى نعمل حاجه في البطوله دي.